هي إحدى عشرات النساء من مدينة حلب، ونتيجة للظروف التي مرت على المدينة خلال السنوات السابقة، عملت على إنشاء مشروعها الخاص في منزلها، وهو فن صناعة الحلويات بأشكالها المتعددة وأهمها الباتيسري. ونتيجة لدعم الأهل والمحيط، بدأت تعمل على تطوير هذا المشروع وإنتاج الحلويات لمختلف المناسبات. حبيت أعمل مشروع صغير في بيتي، هي كانت مجرد فكرة وتطورت، يعني عن طريق دعم الأصدقاء، عن طريق دعم الأهل. رغم أنه الظروف ما كانت عم تساعد أول فترة، صار لي عم بشتغل بحدود 3 سنين، وحاولت أطور نفسي. يعني عملت دورات، بالإضافة أنه كنت عن طريق الإنترنت. هلأ أنا بحضر قوالب جاتو، أكثر شيء عليها مجسمات، هي اللي كان يجي تواصي لخطاب لتخرج لأولادات، من الشغلات المطلوبة مثلا في كعك بلوس، كوكيز، في بوبس كيك، في أوريو. حيث ترى شيرين من خلال نجاحها بمشروع صناعة الحلويات أن المرأة استطاعت أن تثبت وجودها وتميزها أينما كانت في مدينة حلب، وأكدت أن طموحها أن يكبر عملها أكثر، وتوجهت لكل السيدات بضرورة امتلاكهم الإرادة والتصميم لنجاحهم. فترة الأزمة بينت إنه المرأة بتقدر تكون ربة منزل، وبتقدر تكون موظفة، وبتقدر تكون إنسانة إلى مشروعها وإلى أحلامها. حابة أطور المشروع، ما يبقى بس بضمن نطاق البيت، لا، حابة يكون عندي ورشة خاصة فيني، محل خاص، بالإضافة لكادر عمل. لأن بنصح كل سيدة لو عندها فكرة لمشروع، أو مثلا فكرة صغيرة بتقدر تنطلق فيه، ما توقف، لا تعمل، يعني ما تقول انا ظروف ما بتساعدني، ظروف ما مناسبه لي، لا، انا بلشت من البيت وانطلقت وعملت اسم ببيتي. وتحتاج صناعة الحلويات في المنزل إلى وقت كبير ودقة في العمل للحصول على طعم وشكل مميز، والذي شكل سببا رئيسيا للإقبال على أطباقه، كما أنه دليل قوي على محبة العمل والإبداع فيه. للإخبارية السورية مصطفى كوسة، حلب.